متعب بن سهيل بن حمد العامري من يتواجد مع المركز الاول، ولكن يصل حامي من تسلل الى المركز الاول. محمد بن مسفر بن قوبع المنصوري يتواجد على صداره ومقدمه هذا الشوط. حامي محمد بن مسفر بن قوبع المنصوري يتواجد على صداره هذا الشوط، بينما المركز الثاني ثاني المراكز يتواجد شاهين سالم بن متعب بن سهيل بن حمد العامري من يتواجد مع ثاني المراكز. المركز الثالث يصل مسموح نديله بن الويهي الزفنه بن محمد العفاري مع ثالث المراكز. المركز الرابع من يتواجد مع رابع المراكز سراب من يتقدم بشعار محمد بن حمد بن سعيد الكياط من يتواجد مع رابع المراكز، بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام يصل برهوم راشد بن سعيد بالغفارية الفلاحي يتواجد مع المركز الخامس، بينما المركز السادس سادس المراكز في هذه اللحظات منذر لسيد حمد بن الخيرات بالدودة العامري يتواجد مع سادس المراكز، بينما المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام صوغان عبيد بن حمد بن قناص العامري يتواجد مع سابع المراكز، بينما المركز الثامن انتقل مباشرة مع ثامن المراكز الأسد من يعلن تواجده مع المركز الثامن محمد بن خليفة بن طوار الكواري يتواجد مع المركز الثامن وتاسع المراكز. يصل شاهين سيف بن حمد بن محمد بن راشد المنصوري يتواجد مع المركز التاسع وعاشر المراكز. ختام هذه الجولة يتواجد الزعيم مبارك بن سلوب مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، ولكن نعود مع المركز الأول، نعود مع الصدارة. حامي من يتواجد على الصدارة، حامي من يتواجد على المقدمة. أحمد بن محمد بن مسفر بن قوبع المنصوري ينطلق مع المركز الأول بحثا عن الناموس، بحثا عن الإنجاز في هذا الشوط. المركز الثاني الله يا المركز الثاني يصل صوغان عبيد بن حمد بن قناص العامري من يتواجد مع ثاني المراكز. المركز الثالث الأسد يتدخل في هذه اللحظات للسيد محمد بن خليفة بن طوار الكواري يتواجد مع ثالث المراكز ويعلن تواجده، بينما المركز الرابع سراب محمد بن خاتم الشامسي يتواجد مع المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس القدوم هنا سراب محمد بن حمد بن سعيد من يتواجد مع المركز الخامس. وسادس الأسماء الزعيم لسيد مبارك بن سلوم من يتواجد مع المركز السادس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود مع المسار الأول، نعود مع التحدي الأول، نعود مع قمة هذا الشوط. هنا صوغان من ينطلق مع المركز الاول، عبيد بن حمد بن قناص العامري انطلق مع المركز الاول، انطلق مع الصداره. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام سراب محمد بن خاتم الشامسي ينطلق مع ثاني المراكز. المركز الثالث الأسد تواجد مع المركز الثالث محمد بن خليفة بن طوار الكواري، أيضا هنا قدوم سراب محمد بن حمد بن سعيد من يتواجد مع المركز الرابع. مياس واصل سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي من يتواجد أيضا مع المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس الزعيم يتواجد دارس سيد مبارك بن سلوب من يتواجد في هذه اللحظات، من يندفع، ولكن نعود مع المركز الاول، نعود مع صدارة الشوط. الله يا صوغان مسيطر بالمركز الاول، تمام السيطرة وكل السيطرة بالمركز الاول، لا تعود ملكية صوغان. عبيد بن حمد بن قناص العامري يتواجد مع المركز الاول، يتواجد مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني سراب ملكية محمد بن خاتم الشامسي مع المركز الثاني. الله المركز الثالث يصل سراب محمد بن حمد بن سعيد مع المركز الثالث، بينما الوصول في هذه اللحظات شاهين سويد بن زايد المنصوري قادم بكل قوة وبكل جدارة، أيضا الوصول من الشاهين سيد سالم
بالدودة العامر يصل مع المركز الرابع، ولكن العودة مع المقدمة سراب من ينطلق مع المركز الأول محمد بن خاتم الشامسي. مشاهدينا متابعينا الكرام، من يسيطر بالمركز الأول تمام السيطرة وكل السيطرة، المركز الثاني شاهين حمد بن شطيط الوهيبي مع المركز الثاني، المركز الثالث سراب محمد بن حمد بن سعيد مع المركز الثالث، ولكن سراب مع محمد بن خاتم الشامسي انطلق مع المركز الأول 100 متر تفصلنا عن الناموس تفصلنا. سلام يا العين، سلام يا زاخر، سلام لمحمد بن خاتم الشامسي على فوز سراب بالمركز الأول. المركز الثاني وصل شاهين حمد بن شطيط الوهيبي من وصل مع ثاني المراكز، المركز الثالث ثالث المراكز وصل سراب محمد بن حمد بن سعيد من وصل مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام المركز الرابع والخامس لدى لجنة الخط والتحكيم. هكذا انتهى هذا الشوط من صالح سراب ملك محمد بن خاتم الشامسي بانتظار التوقيت الزمني لحظة وصول سراب إلى خط النهاية. التوقيت الزمني لحظة وصول سراب إلى خط النهاية 7:45 جزءا يتيما من الأجزاء، بينما المركز الثاني وصل شاهين ملك حمد بن شطيط الوهيبي من وصل مع ثاني مراكز. التوقيت الزمني 7:46 بينما المركز الثالث 7 دقائق من وصل مع ثالث المراكز 46 من الثانية. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات هذا الشوط، تهانينا والناموس للسيد محمد بن خاتم الشامسي على فوز سراب بالمركز الأول.